تتوفر الجهة الشرقية على مركز للفرصة الثانية الجيل الجديد المندرج في إطار التربية غير النظامية، جرى افتتاحه في الموسم الدراسي الحالي، وهو يتوخى التأهيل التربوي والمهني من أجل الإدماج السوسيومهني ل 165 شابا انقطعوا عن الدراسة. هذا المركز غايته هو إدماج الأطفال من مختلف الأعمار وإعطائهم فرصة ثانية للالتحاق بالفصول الدراسية من جديد، وذلك قصد اكتساب مكتسبات دراسية إلى جانب مجموعة من المكتسبات المهنية. قمنا بهذه الزيارة لهذه المدرسة ديال الفرصة الثانية للجيل الجديد، واللي من خلالها بطبيعة الحال كتمكن من التمدرس الاستدراكي ديال الأطفال اللي كانوا خارج المدرسة، واللي كتعطيهم الإمكانية ديال يا إما الدراسة من أجل الارتحاق فيما بعد إلى المدرسة يعني النظامية، يعني استكمال الدراسة في التعليم العام، أو لا كتمكنهم من الحصول على مهن اللي كتسمح لهم يا إما الولوج لسوق الشغل، يا إما كتعطيهم الإمكانية أنه استمرار الدراسة في المسارات المهنية. ويقدم هذا المركز دروسا نظرية وتطبيقية في تخصصات الطبخ والحلوى والحلاقة والخياطة والطرز على الآلة، كما يوفر خدمات النقل والمطعم والترفيه والأنشطة الموازية. احنا هنايا كنكونوا تلاميذ اللي كان ما عندهمش فرصة ولا حد على برا، كيجيو عندنا هنا كيتكونوا كياخذوا لي ديبلوم ديالهم باش يكون عندهم فرصة أخرى، باش ما يضيعوش ما يتشردوناش على برا. هنا جمعناهم، ولكن الحمد لله في الديبار كان واحد شوية ديال الشونجمون ما قدروش، ولكن بعد الحمد لله هما معانا، كنعلموهم يصاوبوا لي سالاد، يصاوبوا لي بلا، الحمد لله. بزاف ديال الحوايج منها الماكلة كانت معايا للدار، الحاجة كتعطيني كل شيء الحمد لله، الخير اللي كاين كتعطيه لي، وغادي تريق لي السنين ديالي، السنين ديالي غادي تريق لهم. عنده هنا واحد عندي جنيفة، الحمد لله التعاون، الحمد لله ما تاخير ما خصنا، وكنتعلم وكانت مهمة حاجة ما خصنا. إلى ذلك حددت الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسة التربوية في بادئ الأمر في 125 تلميذ وتلميذة، غير أن هذا الرقم وصل إلى 165 متعلم ومتعلمة تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاماً.